عليكم، كيف الحال إبرا فلوك؟ كيف حال إبرا فلوكس؟ كيف الحال جيش إبرا فلوكس؟ اليوم حبيت أعمل بارت 2 عن سلبيات الكويت، حاحكي لكم 3 شغلات عشان نخلص بسرعة، عشان لا أطول عليكم الفيديو. يلا نبلش. أول إشي إنه لما تطلب أكل من برا، لما تطلب أكل تسأل الرجال الدسير ما بيعطيك سعر، بحكي لك اقرأ. تمام؟ تعرف هاي أول شيء. ثاني شيء إنه ثاني شيء لما تروح مثلا أزمة، يعني لما تروح تلعب، مش أزمة هي، لما تروح مثلا عندك موعد أو عندك تروح إشي، لو عنده موعد بروح عليه. اوكي. ثالث شيء وهي الاخيره، لما تروح تلعب لعبه عليك 100 دور. البلعه اللي يعني بتحكم بالكنترول شو اسمه، يعني بيقعد يمكن ربع ساعه والناس بيلعبوا، في عندك صف طويل عريض. هاي ثالث شغله ما بحبهم فيها. اوكي، فبدي اعطيكم هلا تعليقات حلوه خفيفه لطيفه، حاعطيكم بس تعليقين لانه مفيدة وهايلايتد هايلايتد كومنتس، فخذوا. اوكي، فهيك بكون خلصنا الفيديو. لا تنسوا تعطونا اللايك والسبسكرايب واكتبوا لي تعليقات حلوة زي انتو جيش ابرا فلوكس، ومع السلامة.